بص لي يا ابني يا دستروير، انا كنت كبير في السن خلاص، هديلك كنز الوحيد في لعبة ماينكرافت، هو الكتاب اللي في ايدي ده، قرب خده، ده الكتاب فيه كل اسرار ماينكرافت، خده لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الشباب؟ معكم أحمد أو دستروير، كيف حالكم؟ أخباركم؟ ومعي مجنن من قناة من ليجند إكس قناة جيمز. ليجوود اخباركم طيبين ان شاء الله الحمد لله. هذا كلنا ريفيو مستمتعين. سريع للتحديث الجديد 1.2 لماينكرافت. تعال 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 عندي، ما بنطلع فوق بس تعال. وي بالمناسبة، ايش رايكم في الجلسة الرومانسية، جلسة القرود على قولة مجنن؟ والله ابو القرود فوق شجر كذا اوه بس اجواء رومانسية، اعترف في الليل. اوه رومانسي، كأنك في اندونيسيا. ولا ما شكلك ما قد رحت اندونيسيا صح؟ نعم، ما قدرت اندونيسيا بس حتى انا تقريبا ما نقدر قدرت. نقول زيه. اول ميزة خلوك تحط يعني 256 بلوك فوق بعض، اول كان يمديك تحط 128 بس، وذا الحين 256، يعني مشوار عبال ما نطلع فوق. ارتفاع ايه، فلا حد يسوي اصلا. احس انه ما ادري اذا في ناس تحب تبني مباني عالية مرة. ايه هذه وثاني شيء حطوا لنا الشيء ذا ستون بريك جديد، يعني بلوك جديد للبناء. امسك امسك مجنن، شوف جاك تحتك. ايوه هذا هو، يعني شيء جديد للبناء. و شكله مو بستون بريك القديم، لان في ستون بريك قديم اللي هو يشبه ذا، يشبه كذا، وفي هذا الجديد اللي توه مسوينه، وش اسمه ستون بريكس سلاب، اللي هو الشيء اللي مسويه من السطح هذا، نص 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 شو اسمه بتاع ذا، اللي هو نص حجر الزبدة. اوه انت قاعد تسوي هرم، هنيك اقلب احسن. واهم شيء سووه هذه. وش ايش ذا ايش ذا؟ ايش ذا؟ هذه البساس يو يو نط نط من تحت. ما ينطون يا اخي. رايك؟ يو حسفان كذا. بس يقول لك هذا تعطيه سمكة، ما ادري كيف. انا حاولت اعطيه سمكة، شوف اعطيها معي او سمكة، يعني امسك اصبر، جرب السمكة دي. تونة يا ابوي. وش اللي سمكة تونة؟ ما تونة، شيك، خلينا نجرب يا رجل. ليش لا؟ عطهم بطيخ. اما بطيخ نظامك. كذا يخافون. كأنهم فهود صح؟ ايه شوف انت، كان غير لونه ما ينفع، بس حلوين صراحة. اوف يقولون يهاجمون الكريبر وما ادري ايش. نجيب لنا اوقف كريبر اوقف، هنا يعني بدال الفيران كريبر. اجيب اجيب، خلينا نشوف ايش بيسوون فيه. خلينا نطلع يلا. فوق على حلبة نشوف ايش بيصير. ايوه خلني اجيب لك العلة ذا. ايوه ومعكم اليوم دبليو ماينكرافت وايجل كريبر، وتنط عليه لوطط وتنط عليه لوطط و خايف. ما شربت يعطي العافية. بينط قاعد بينط اركز. بينط. خلني لا لا اجيب ما شكلهم يهاجمون كريبر مو الزومبي. كريبر هو زومبي صح؟ ما في شيء جديد. لا اجيب لما قصدي انا العنكبوت، شو اسمه؟ سبايدر؟ عنكبوت. يلا خليش لا. وين؟ طيب اوف لا ينفجر علينا ذي الحين. مع السلامة انزل. اوكي جبت لهم سبايدر، اها بس اظن لازم تعطيه سمكة، يعني ما ادري يمكن. والله القطاع نطت شيء قمط. ايش ذا مش ذا الشيء. ها الزبدة هي المهم انها تهاجم شيء. والشيء الاخير اللي سووه اللي هو البلوك هذا اللي هو الريد ستون لامب. تعال تعال مجن، خليني اعطيك هو. شو يسوي ذا؟ هذا هذا نور ذا؟ ايه بس مو بنور، نور نور لو شبكته بالاسلاك يشغل الاسلاك، بالنسبه للمهندسين حقين ماينكرافت وكذا يعني. اوه الانوار واسلاك الدنيا. ايه هذا النظام. وش ثاني ايش ثاني؟ اظن بس هذا اللي هذا اللي اوه صح، نسيت اشرح اخر شيء اللي رميته عليك في بدايه المقطع، اللي هو ذا. هذا طال عمركم
ايش قاعد تسوي انت؟ وقاعد تكتب لوحة. حلو. هذه قوارير فيها اكس بي، يعني فيها انهانسمنت او انهانسنج بوتل. يعني امسك امسك مجنن، رميها عليها. ايش فيك؟ فل عندك الموارد. لا ايها يلا هذه تنقاط. يعني شوف الحين الليفل حقي يتطور من 53. رمي 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 ياد، اوف صار 54. وبعدين اروح اطور في المكتبة حقت الاشياء هذه معروفة وكذا وان شاء الله بسوي لكم فيديو كامل بشرح لكم كيف تسوي الاشياء ذي، البتاعات الخنفشارية. بس خلاص لا تاخذها حالها. كل 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 شيك خلاص وصلت 56، من 53 ل 56. بس شيك كم توصل عشان تفوز؟ مو بعشان تفوز، هي ولا ما فيها فوز؟ نظامها لو وصلت 50 اخر شيء عندك، عيد برستيج بعدها كويس. وبس. هذا اللي كان عندنا. جين عندك كلمة؟ ترى دستراير رجل صالح، اشتركوا مع سبسكرايب لايك فيفورت. زي ما انتم شايفين يا شباب، للأسف ان شايفين الشباب متجمعين وزي كذا، انا حبرضه احاول ان اللي اشوف ان في اثنين جوعين يتضاربون، فتعرف يعني الشعب يحب يتجمع ويشوف ايش فيه، فيعني في فضول هوشة، في شوي هوشة جوا يعني. يا هوش يا ايه شوف الوالد قاعد يتضارب مع ولده وكذا، شوفون لا يا ثلاثة، بابا، ثلاثة جوا، ثلاثة جوا شوفوا قاعدين لا يا يتضاربون، بابا، فعشان كذا هذول داخلين يكونوا يفرعون، عرفت؟ فك فك الباب، فك الباب بالله، خلينا نشوف ايش يسوي. طيب فك الباب عليهم. انا كسرت الباب. اه جرب فقعوا. يا فقعوا والله فقعوا. يا رواه الفقع يقول لي. وبس إضافة للتحديث، القرويين هذول صار يمديهم يفكون الأبواب ويسكروها، مو بزي أول يعني. ويقول لك رايحين للكنيسة بيزبلون فيها، فهمت؟ أوه خلينا نتفرج زي ما تشوفون، صار وفخي عندهم ذكاء اصطناعي يعني يفكون قفل الباب. خويا خويا اسمعش، خويه سوف فقر راح عند نحميك، الكريبر. راح نحميه ما عليك. انفجر. هلا بالعيال، هلا بالزيون. أنا قاعد اوف نحميك يا تعال تعال أيها تعال عندي، تعال عندي، تعال عندي. شوف 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 المطاقة اللي صايرة ذي الهيل. وشو؟ تعال تعال شوف، ما تشوف؟ يلا إذا مسبب أزمة، شوفهم خايفين من جوا. اوف تعال تعال اتفرج عليهم. أوف تعال تعال من عندي، من عندي هنا. اوف ذلك مقمطين العافية في الزاوية. يا فوق الدولاب يقول لك. من يموت أولاً؟ ها؟ خلنا لا نذبح أنت كذا واحد، ما خل اوه فقع فقع كله. تهبل مع الدريجة جي بنتي، تخلنا نذبح واحد خلنا نشوف ايش يصير له. امسك في الزاوية وش كذا، وش عرفت؟ البوينت اللي يطلع منه، يعني وش اللي يطلع منه؟ خلني بس اطلع لهم سيف دايما شيء عشان نذبحهم يا ذبح بسهولة. بالفأس، تعال تعال ها قاعد أذبح، تعال ذبحته بس ما طلع شيء، ما اذبح اتوقع واحد انا ثاني. يا ولد. اه ما في شيء، خلنا نذبح الزومبي. الزومبي طيح لحم ما شاء الله ما قصر. اوه اما لحم كريبر، زوم كريبر غرق في البير يا ولد، ايش السالفة؟ احب ينفجر، فيك خل انفجر. بس ما كسر صح؟ لا في البير مويه ما يكسر فيه. فبس هذه اضافة سريعة للتحديث، ان ما شاء الله هنا يطقون على الباب ما ادري ايش يحسون فيه. وبس واي صح، يقولون ان القرويين هذول صار عندهم عيال صغار، هذا المكتوب في التحديثات. وبس اذا لقينا شيء ثاني ممكن نحط جزء ثالث في المقطع هذا. فيلا السلام عليكم.